السلام عليكم، يعطيكم العافية متابعين. لا تنسوا الاشتراك في القناة والضغط على زر التنبيهات. حاليا احنا متواجدين في منطقة كاشستو. منطقة كاشستو معروفة بحيويتها بالإضافة إلى الخدمات اللي موجودة فيها. تعالوا مع بعض نديكم فكرة كاملة على الشقة هذه، في مجمع متكامل عبارة عن بنايتين موجود فيها خدمات حلوة كمواقف سيارات، جلسات عائلية بالإضافة إلى المسطحات الخضراء. شقة ثلاث غرف وصالة بمساحة 170 متر مربع. أول ما ندخل الشقة نتوجه هنا على اليمين، زي ما قلت لكم هذه الصالة مساحتها جيدة، نقدر نقول 5×6.5. الإطلالة الأمامية، الواجهة الأمامية واجهة تقريبا نقدر نقول وجع الطبيعة، وعندنا هنا إطلالة البحر. تعالوا مع بعض نديكم فكرة. زي ما تشايفين يا جماعة الخير الإطلالة الرائعة، إطلالة الطبيعة وإطلالة البحر أيضا. الأجواء بعد نزول الثلوج، قبل يومين كانت فيه ثلوج، هذه الأجواء الرائعة اللي انتم شايفينها، أجواء جميلة، ما شفنا ثلوج تقريبا من 3 سنوات، فشيء جميل. زي ما قلنا لكم يا جماعة الخير، المنطقة في حي كاشستو، منطقة مخدومة بكل خدمات. الشارع الرئيسي المؤدي إلى المستشفى العام من هنا، بالإضافة إلى سوبر ماركت قريب من المجمع، وأيضا على رأس الشارع تقريبا 800 متر، وإحنا واصلين على الشارع الرئيسي، يعني يعتبر منطقة مخدومة بالمواصلات بالإضافة إلى السوبر ماركتات وأيضا المطاعم والجامع وكل ما نحتاجه. نكمل مع بعض تفاصيل باقي الشقة. زي ما وريناكم الإطلالة، إطلالة جميلة ورائعة. الشقة كلها موجود فيها تأسيسات المكيف من غرف وصالة، موجود كل التأسيسات في الشقة ككل. مقابل الصالة زي ما احنا شايفين عندنا دواليب خاصة بالأحذية والعبايات، زي ما احنا شايفين مركبة جاهزة في مكانها. نتوجه هنا إلى المطبخ، دواليب راكبة وجاهزة، راح تكون جاهزة من مجاميعه، ناقصة هنا الرخامة، وفي مخرج آخر للبلكونة من جهة المطبخ. نطلع من المطبخ نتوجه لتفاصيل باقي الغرفة، باقي الشقة. عندنا هنا غرفة الأولى برضو أيضا تأسيسات المكيف موجودة فيها. فنجي زي ما شرحنا لكم انه اول ما ندخل الشقة يميننا الصالة ومطبخ وغرفة. تفصيل الشقة جيد. نتوجه بعدين الى تفاصيل الشقة الباقية. عندنا هنا دورة مياه اولى، وانتم بكرامة، مقابلها دورة المياه الرئيسية راح تكون مجهزة كاملة من كلوزيت ومروش ومغسلة. عندنا هنا حاجة مميزة أيضا، غرفة ستور اللي هي غرفة الغسيل، مجهزة بدواليب ومكان خاص بغسالة الملابس. بعدين نجي نتوجه هنا إلى الغرفة الثانية. مساحة الغرف جيدة، يعني نوعا ما نقدر نقول 4×4.5. أخيرا وليس آخرا غرفة الماستر، زي ما انتم شايفين مساحتها جيدة بالنسبة لغرفة الماستر، مكان خاص نقدر نقول للسرير، ومكان مجهز أيضا للدريسنج روم، دواليب خاصة مجهزة من وإلى، وداخل الدريسنج روم دورة مياه خاصة بغرفة النوم الرئيسية، وانتم بكرامة. يعني نقدر نقول شقة ثلاث غرف وصالة مع دريسنج روم مع غرفة ستور مجهزة
بدواليب خاصة بمساحة 170 متر مربع في منطقة كاشستو. هذا وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد.